وهي جوزها بيعاشرها. في واحده هتصور نفسها مع جوزها وتديها لحد؟ روحوا شوفوا الراجل اللي فضح مراته. شوفوا يا عيال جدكم كان عنتيل ازاي. اهلا بيكم، اهلا بكل مشاهدي قناه ساعه مع احنف، قناه خصصناها بالكامل لعالم الجريمة، لكن بنقدم النصيحة، بنقدم العزة، وأهم درس بنحرص عليه إن إحنا لازم نتعلم من أخطاء غيرنا. الحلقة النهاردة دي لكل زوجة، خلي بالك مهما يكون ولأي سبب، اوعي تخلي جوزك يصورك، اوعي تبعت لجوزك حتى لو كان مسافر صور أو فيديوهات، اوعي تفتحي كاميرا وانت بملابس غير لائقة حتى لو كان جوزك في دولة عربية بيقولك انت وحشتين، لان انت ما تضمنيش جوزك ممكن يعمل ايه. شوف جوزك ممكن يغدر بيك في لحظة، يوم ما تتخانقوا مع بعض وترفع عليها قضية لاي سبب من الاسباب، ممكن ان هو يبتزك بالصور والفيديوهات. شوف مين جوزك اللي المفروض يحافظ على لحمك وعرضك وشرفك، اللي المفروض انت ام عياله، المفروض ان هو يقول في يوم من الايام كان بيني وبينها عشرة، ما كشفش جسمها ولا عورتها لاي حد. ده الراجل اللي متجوز ويطلع مراته، يوم ما مراته بتتجوز بيغير عليه، لانها في يوم من الايام كانت قدامه مكشوفة، فيبقى متغاظ ازاي تنكشف على راجل غيره، رغم انه ده شرع ربنا، لكن دي حاجة في الانسان. تعال نشوف القضية دي اللي حصلت في قرية اسمها قرية الاحمدية، مركز ديكرنس، محافظة الدقهلية. زوجة اسمها ايمان، متجوزة من شاب وهو حاليا بيشتغل في احدى دول الخليج. فوجئت ان في تليفون جاي لها وبعت لها فيديوهات لها هي، وهي ايه، وهي جوزها بيعاشرها. تخيلوا لما واحد يبقى ماسك موبايله ويفاجئ ان في حد بيبعت له صور ليه وهو مع راجل، هي الست جوزها بيعاشرها عادي جدا. اي ست خلقها ربنا مع جوزها في اوضه النوم بتحصل علاقه تلبيه نداء الجسد، بتحصل علاقه الجنس اللي هو في شرع ربنا وحلال ربنا. طب يا بنت الحلال، مين اللي ودى الصور والفيديوهات دي لصاحب التليفون اللي بيبعتها لك؟ مش عارفه، ده انا وجوزي. وبعد كده صور وهي بملابس البيت، وبعد كده صور بملابس خارجه، وبعد كده محادثات فيها نوع وجمل جنسية. ليه؟ لأن جوزها وهو في دولة الخليج دي كان بيكلمها وكان بيفتح فيديو، مراتي وحشاني. لما دبت الخلافات الزوجة بتقول جوزي كان على علاقة بواحدة ست، فعشان يبين لها ان هو عنتيل وعشان يبين للست دي ان هو راجل قوي وان هو ليه غزواته وليه فتوحاته وان هو مفيش ست تقدر تقاومه، هو الراجل ده كان متعود ان هو يصور مراته واسلام بيعاشرها معاشرة جنسية، فعايز يعرف الست ان هو راجل هيركليز، فراح واخد الفيديوهات اللي كان مصورها لمراته وهو وهي بتتبادل معه تلبية نداء الجسد وراح بعتها للست دي. بيقول لها شايف وانا نايم مع مراتي بعمل ايه؟ شفت قوتي؟ شفت جمالي؟ شفت انا هعمل معاكي اكتر من كده. الست راح بعت الافلام دي لمراته وقالت لها شوفي جوزك بعت لي ايه. بعد ما عرفت الرقم وبحثت عنه عرفت ان الصور والفيديوهات دي مش بيبعتها راجل، ده بتبعتها واحده ست. الزوج لما الناس عيبوه وبعتوا له ايه اللي بتعمله ده، قال لك الصور والفيديوهات من 7 سنين، انا كنت بصور مراتي وانا بعاشرها من 7 سنين، لكن انا ماليش دعوه، محدش خد مني الصور دي ولا الفيديوهات. اما طلعت من مين الصور والفيديوهات دي؟ طلعت من عند مين؟ في واحده هتصور نفسها مع جوزها وتديها لحد؟ يعني المنطق بالعقل بيقول في واحدة هتدي فيديوهات ليها وهي بتعاشر جوزها؟ ايه بتتباهى يعني؟ بتتباهى بنفسها ولا بتتباهى بجوزها يعني؟ طب مين اللي نشر الفيديوهات دي على السوشيال ميديا؟ ده قرية الاحمدية كلها فيديوهات الست ايمان، رغم انها ست محترمه جدا ومؤدبه جدا وبنت ناس. مين اللي عمل فيها كده؟ الزوج راح نزل فيديو وهو من في دوله الخليج بيقول يا جماعه انا كنت بصور مراتي صحيح لكن ده من 7 سنين، لكن انا ما حدش خد موبايلي ولا حد خد الصور ولا حد خد الفيديوهات مني. اما الصور نزلت ازاي؟
قرية الأحمدية كلها بالكامل الفيديوهات دي وصلت ازاي؟ مين اللي قال لهم؟ مين اللي عرفهم الست دي ببيتها لابسة ايه وخلع ايه وبتقول ايه وإيحاءات جنسية ومناظر معاشرة؟ الزوجة مجرد ما لقت جسمها مكشوف للعامة وكل الناس بيبصوا لها، مهما الست تكون حتى محجبة، مجرد ما شفتها انا وهي بدون ملابس هتحجب ايه؟ ما انا شفتي خلاص، ده انا شفت جسمه كله. تعمل ايه الست؟ تعالى اقول لكم عملت ايه، بس بعد ما ادعوكم للاشتراك في قناة ساعة مع حنفي، تفعيل الجرس ليصلكم الاشعار وقت ذات الحلقة. الست راحت جابت حبة الغلة وقررت الانتحار. هتعمل زي هايدي وهتعمل زي بسنت وهتعمل وهتعمل، لكن فكرت في اللحظة الاخيرة، انا لو خدت حبة الغلة ده يبقى اعتراف ان انا بسبب الفضيحة موتت نفسي. هو انا كنت فضحت نفسي؟ روح شوف الراجل اللي فضح مراته وولادي، اسيبهم لمين؟ رمت حبة الغلة ولمت هدومها وراحت بيت اهلها، ودلوقتي هيقعدوا في قعدة عرفية العيلتين. الزوج بينكر تماما، وان كان اعترف قدام الناس، ايوه انا كنت بصور مراتي من 7 سنين. وعشان كده احنا بنقول ساعة مع حنفي بنقدم فيه العظة، لازم نتعلم من اخطاء الاخرين. جوزك بياخد حقه الشرعي منك حلال وواجب عليك الطاعة، بس لما يجي يقول لك اصورك قولي له اسف، عشان نحتفل، عشان نتفكر لما نكبر في نكبر في السن نجيب ذكرياتنا. ذكرياتي يا عم؟ ذكرياتي ايه؟ ايه اللي يخليك تتفرج عليك وانت بتعاشرني؟ ايه الذكريات في كده؟ بتتبقى يعني انت هتوريها لاحفادك، شوفوا يا عيال جدكم كان عنتيل ازاي، شايف دي كانت كحاح جدتكم، شوف كنت بعمل ايه، شوف كنت بمرمطها ازاي، شوف كنت مبهدلها ازاي. انت يا راجل انت مين بيصور مراته اثناء العلاقه الحاميه الا اذا كان راجل وسخ؟ مين بيصور مراته وهي بتكلمه فيديو وفتح الكاميرا؟ بتسجل لها ليه؟ ما تكلمها وبعد الكلام خلاص، لكن ليه بتسجل لها وانت بتكلمها؟ موبايلك ده ممكن يتخطف منك وانت ماشي في الشارع، ممكن يعطل تروح تصلح، ممكن يسرق منك. ليه اصلا بتعرض مراتك وفيديوهاتك للناس كلها؟ ممكن يكون الزوج بريء، لكن الفيديوهات دي طلعت من موبايلك ازاي؟ بتقول ما حدش خد مني الموبايل وانا مراتي وبتكلمني عادي ومفيش عيب. ايوه مفيش عيب انها تكلمك ان شاء الله حتى من غير هدوء، دي مراتك حلالك، لكن بيسجل لها ليه؟ انا دلوقتي بكلم واحده بحبها وراحت خلعالي، عفوا وانا اسف، ايه اللي يخليني اسجل لها الا اذا كنت وسخ عشان اهدتها وابتزها؟ في بعض الازواج بيصوروا زوجاتهم علشان لما يطلعوهم وتيجي الست ترفع عليه قضيه نفقه ولا قايمه ولا مؤخر ولا متعه ولا ذهب يذلوهم، يبعت الصور الفيديوهات يقول لها هتنزلي ولا هنزلها على صفحات واعمل لك صفحه وافضحك. اقول له انت راجل وسخ، اللي يعمل في مراته كده او طلقته يبقى انسان مش محترم. لازم نتعلم يا جماعة من ساعة مع حنفي، الزوجة اللي جوزها يقول لها صوري وبعتيلي او افتحي كاميرا وعايز اسجلك وانت من غير هدوم، او عايز اصورك وانت وانا نايم معاك عشان لما سافر اي دولة خليجية ولا سافر اوروبا اقعد اتفرج، ايه هو اتفرج على مراتك جنس؟ هنقول ايه؟ اين حمرة الخجل؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.